سموك المقدم والناقد والمذيع والمتعلم حتى على النظام دي حتى ابو يارسل ما يبقى. تستاهل الاسم يا سهل طيب رحمه وديك وعزك يا رحمه انت كابتن زبالك محتاج له برنامج ناس طار في ناس طار من في ناس طار احمد في ناس طار انا قلت ناس ما قلت احمد انا قلت احمد بس شلون يعطون يعني ممكن يعطون كد محمد ما يدمر الحب الا الشك والريبه يا ابن الحلال شك والريبه اي محله انا عندي شك وعندي ريبه شلون يعطون يخلون غايب هذا ما احطه يا ابن الحلال سلامات ما حط حارس على غنم والله صح ثقيلة ما حطك حارس على غنم صح ما حطك حارس على غنم الغنم نستفيد منه الغنم لا جانب طيب شفت كيف بس هذا شوية تستاهل تستاهل الطيب لكن انا اقول غائد هذه غلط مو محله مو محله صح ابدا مو محله غائد سفارك هلجه وصرت غائد ها ايه وعليك بعد الدنيا ابشر ايش تعرف الرجال لما يدحمون مجمل مثير والله لا نسيك القياده اللي تعرفها من يا رجال انا نسيتك من اول ما طلعت من ذكر يو يا عيل اول ما طلعت يا ولد مستانس الناس يقول احمد شفناك مستانس اقسم بالله ترى ما انت ماخذ المركز الاول ترى طالع برايم يا الغالي هدي قلت انتم ما تعرفون اللي بالصدر اللي بالصدر ما تعرفون انتم انا فراق عايض عندي هم لك الحمد زي ما طحت على راسي بس والله فقدت يا عيال فن ابن الناس ما حد دراه لا فقدتهم مو انت يعني هذا الكلام لهم هم مو انت ما حد دراه وانا اقول لك يعني سواء دروبي او ما دروبي شيء يخصني انا وهم لكن انت انا نفسي ما دريت بك قاد يا محمد عويسي لو يجي الحين ابو سلطان قال عايز استبعاد برنامج لو يجي يقول عايز استبعاد برنامج تطلع مثل غيرك انت تفقدني ولا لا يا حبيبي قبلك قبلك عيال حمايه وقبائل طلعوا وين المشكله قبلك ناس ما شاء الله تبارك الرحمن الحين واصلين طلعوا عادي برنامج هل انت راح تفقدني ولا لا متاكد محمد اي والله استخير يا باقي تفقد شلون 9 ايام باقي يا ابن الحلال ها شلون تفقد وباقي 9 ايام بس لا شفت اللحظه اللي هي 5 دقائق اللي الشعور شفت ذا ايه ما ابغى يحسبه شفت اي 5 دقائق اثناء ما يطلع يعني ايوه يوم ينادون يقولون عايض استبعاد والعايض والله العظيم هذا الشعور الخايس يعني ما في الذم يا عايض قديش انت تجيني ورا بعض عشان الكويتي الوحيد في البرنامج لا ما انت الكويتي الوحيد ضايف سعيد كويتي وانا كويتي وكلنا كويتيين خليجنا واحد لا المفروض انت اقرب لي يا احمد انت صرت عدوه والله مو عدو بس يا ولد انا انت في الخايف ودي ان واحد ينحط مكانه الصحيح ما ينحط مكان غير مكانه لكنك اتبعت الشعور والله اصدمت انا يوم قال لي قائد سلمت وين الدنيا رايح مو غائد شل قائد هو قائد انا قائد عليك بعد قائد على نفسك انا قائد عليك والله ما حق قائد نفسي قائد بلش طار ما حطك قائد ها شلون ليش طار ما غير مو غيره هذه حق وانت ما انت ما تفرق بين الغيره والحق طبعا في فرق بين الغيره والحق ترى عايق الحق ضاع مدته الحق ضاع مدته 86 يوم ورجع لاصحابه اقسم بالله العظيم اني قبل 4 ايام كذا فاتح البث وقاعد اطقطق على الشباب وفجاه انت يوم طلعت والله اني قفلت سناب وقفلت الجوال ورحت نمت لا وشلون يسوي وجهه يلعب وجهه يعني على اساس انه يبي يغثنا يعني انت بدون ما تسوي تلعب وجهك كنت اصلا ترى اغث ونرفز صح نرفز هذه ترى شيمه من شيء من الرجيجين لا مو شيمه لا غث غثيث يعني واحد يجيك يقول غثيث بلا ما تسوي اي شيء لا حلو انا اي شيء بتتكلم انت تحدث انت يا زلمه لما اتكلم معك انت تنغر خلاص ما تطيق الجدال اطلعك بصوره ضعيفه يا رجال والله انا خساره مشاهدات فهمت بيحلوا يحطوني في بدون تحيز وصير ناقد والله العظيم لا خليك ما تكمل معي في الجلسه والله هو شوف شلون احنا نطالب اصلا بعدم استرجاع مصابر هي الحين اصلا انا اتمنى ان احمد الشمري ياخذ اشتراء اغراضه هو شغران ويروحون جلسه على تبدك والله العظيم اني شنطه جايب شنطتين انا المره اللي فاتت جبت لي شنطه واحده اليوم جايب شنطتين والله يا شنطه من الشنطات اني حاط لها قفل وفيها اشياء تخصك الا طبقني كلها فيك تخيل شخصيتك بين بدون تحيز استغفر الله
بدل رايح البيت حط استديو مدري شنو. ايش خبر عقلك؟ درك اني حاط استديو؟ ايش خبر عقلك؟ دقيقه ايش درك؟ من قال لك اني ما ادري؟ لا شلون تدري؟ الكمبيوتر القائد يعطون جوال؟ يعطون جوال كمبيوتر وتصور. ايه ايش درك؟ هذه البارح شدر يا جماعة الخير سمعون عايض الزايد ان شاء الله الاسبوع الجاي برايم يودعنا برايم والله الله يسمع منك وخيال ليه اي والله ببرايم ليه يا رب بس ليه عشان ما ياخذون علي ملك برايمات والله صحيح ايوه وانت خلاص يعني صرت بس يعني هاي شهاده حق شوف اني اشهد بالحق بس ليه يعني ما بيحد حد يتعداني ملك برايمات عجيب تعرف انا خلاص تمركزت في كل شيء تمركزت مره ها قلت تمركزت فعلا ما شاء الله ادي بيمناي اي والله ما شاء الله عليك تخيل عاد وجهك على الستيج النهائي وما تاخذ المركز ايوه من يوه فشله تخيل انك ما تطلع برايم الاسبوع الجاي وجهك كذا انت تنتظر المركز تدري يقول اسمك الشخص اللي يتكلم عن المراكز ويقول انا باخذ بتشوفوني في نجم الجمهور بتشوفوني في قائد من يتكلم مثلا ايه. الاشخاص اللي يتكلمون هذا ما ياخذون شيء عجيب لا مو صح ممكن ياخذون بس لما يكون الشخص ساكت ولا يتكلم في المنافسه خف علينا يا احمد الشمري ولا يقول شيء احمد الشمري خرج على المنافسه هذا واحد ايه صح نسيت اسلم فعاد زايد هو باقي في المنافسه ايه. فانا ما تحدث شنو قصدك يعني انا ما تحدث عن المنافسه تصدق على اخويك انا ايه. اتكلم عن شنو لما نوقف الستيج النهائي انت تشوف نفسك انك انت مركز ان شاء الله الله قصد راعي ان شاء الله اتدري والله بيني وبينك هم عطوك قائد ما يعطونك مركز يوم عطوك قائد والله صحيح عطوك قائد ما تبي شو بيضلوي يا تكفي هم عطوك قائد ما تبيهم يعطونك مركز هذه دحمت فيها رياجيل شلون بعلم انا يا عارف امبراطوريتي انت شفتها ايه امبراطوري حقتي ولا ايه ها ايه سويت شيء لي انا شفتها والله على السريع وقفلت سويت شيء لي لو انك شرطي. لو انك موجود والله العظيم سماجه اقسم بالله سماجه لو انك معي في امبراطوريتي انا بتشوف الجلسات اللي ما فيها تقاطع يا رجال اقسم بالله العظيم في تقاطع واني قفلت والله العظيم ان تشوف الجلسات يا عمي ريموت بجنبي يمين يسار اعطي يمين يسار شوي اصلا كانت بمرطريات غيرك كنت اتعامل مع ريموت على طول كذا يمين يعني اقصر وارفع انت بمرطريتك اكثر صوت كله انا اللي ارفع واقصر وانزل لا لا ما ترفع تنزل لا يا حبيبي لا ما عليك من السبب ما عليك والله يا كتم شرطي بعدين داخل جاي هناك اشكر من هذا المنبر اشكر من هذا المنبر السفاره الكويتيه الله نعم اشكرها جزيل الشكر نعم والله على مجهودها الطيب اي والله نعم ليه وش سوالك؟ سوى قدمك شيء؟ وش قدمك؟ كلام طيب اثناء مرطوليتك؟ مش اكثر متسابق اه كمتسابق لكن هم عطوك قائد لا انا قائد نسخه مش قائد في دوله اي قائد قائد على نفسك اي قائد نسخه فعلا ليش قبل يطلع احمد ما خيط القائد القياده سؤال يعني يطرح نفسه تعرف ليش اجاوبك انا قول لي انا خيط البطوليه قول شو قول لا والله لا تجاوبني بقول لك العلم لان احمد ما اخذ جو عليك كان كنت ما اخذ جو عليك فبالتالي شلون يعطونك قول لا اله الا الله حق قول لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله انا اقول لك شيطان قائد نسخه كم صوت جبتها في البرطوليه؟ افتح خلينا نشوف كم صوت جبت في البرطوليه؟ كم وشو؟ كم بعدين التصويت اللي جاني كم صوت؟ اي قبلها كنت 12000 وشيء انا ومحمد ناصر بعدها انا خذيتها كم جبت؟ ايش بقى يرفع اسم كم جبت؟ 11000 الثاني 11 تصويت؟ اي 11000 تصويت يا ولد هذا يكون حاطين صورتك وحاطين تصويت يعني تصويت تصويتك وحاطين صورة واحد ثاني والمركز الثاني بيني وبينه ما يقارب 7000 8000 صوت عجيب
والله عجيب الساحه خلال فتره. لا انا من بدايه البرطريه من بدايه البرطريه لين انا خذيت اترك لين الثالث الثاني الثالث الثاني الثالث الثاني من بدايه البرطريه المعلوميه بس اللي انا داحم فيها من يوم اول البرطريه وليد بحيح لي اخر البرطريه محمد ناصر. انا كله ثاني ثالث ثالث ثاني ثاني ثالث ثالث عجيب. لا زين الله يهديك. لما يصبح غيري ما له وجود هذا شيء ثاني. السجن اللي موجود هناك لك. لما غيري يصبح ما له وجود شيء ثاني. انت موجود سجن ذاك لك. ايه لك ذاك السجن يا حلات من واحد يحطك فيه ويخليك لك سجن 106 بس خروجيه والله بس تكنسلت. ليه بس بعد خريت سيف سوى بعد ايه تبي لبس الشرطه ايه يلبس سيف السيف قال لا ما ابي ما بيلبس الشرطه حقه حقه وعذره معه. راح احط خليهم يحطون فيديو ملخص البرطريه وخلاص. جميل تفكر تعرف تفكر جميل تعرف تفكر ما شاء الله. شوف انا مو امبراطور اليوم ادري فطور على من وبكره ادري من دوره وباللي بعد ادري من عنده. ليه انا مو امبراطور مبارطور على نفسك وانا مبارطور وخلنا مبارطور حبيبي الحين انت سيفت المبارطور ايش فيك ماخذ ماخذ من نفسك التراك انا قاعد نسخه يا الله وش الانسان ما صدق على تجي مبارطوريه والله انك ما انت مصدق ترى خلاص انسى تخطى انه انت في يوم من الايام كنت مبارطوريه يا هل مبارطوريه القشره اللي ما شفنا منها الا الهم. لا والله قلت والله موجود تكفي كنت تشين اي على طاريه تشين انت بلا بلا وخر يلا حط 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 مو مشكله باليسرى بعد يا ولد انت صادق انت يومك دشنت صادق انت كل عقلك انت صحيح والله يعني لهالدرجة ما في مش ديبها النسخة وينك انت لا انت بعد يا لا والله انت بعد تقول انا اعرف الموضوع والله يا عايض يا صوت انه دشن يا صوت يا ابن الحلال الله يعين فارس السيد والله اني احنا بالاستديوهات نقعد نقعد اسبوع اتوقع انه قاعد شهر يا من قبل يا اخي مرطيب هذا افضل امبراطورية مرة ثانية في الصدق في الانصاف وفي التعامل وفي اللباقه وفي كل شيء والله يا عايد والله انه قسم قسم وحليب قليل الدسم انا برايي افضل بطريقه مرات حقت فلاح القلقاح دقيقه يا رجال جايب لكم سياره باص جايب لك فيها برجر دقيقه تدري ايش سوى؟ جايب لك بوفيه يا حبيبي بوفيه تدق بالخمس. طيب تدري ايش الوناسه هذه؟ تدري ايش سوى؟ جاب لنا بطاطين ومخال بطاطين وش وطراريخ جديده لا سرتنا وكل واحد لها بطانيه وفراش باسمه ولا وفوق ذا حط لنا سجن اللي يقاطع الاصوات مثلك وحط لنا ثالث شيء راح يكلم الاداره اي واحد عنده تدشين اي واحد عنده عمل اي واحد عنده شيء يطلبه من السلطه ولا من اي شيء هو موجود هذا هو انت أيوة هذا. والله انت هذا اي بالله خيال اقول سواها سواها كانت داخل المخازن اي يدعون الاداره طلعها من جحورها اللي كانت في يوم البزنس 20 ايوه شوفها برا في ومنها جلسه طهمجه منها جلسه طهمجه احمد هذه برضه اقول فعل أنا اشياء واللوحه اما كذا البمبراطوره ولا فلا واللوحه حقت جلسه الصايره طلعتها حق جلسه جلسه حقت حمد وماجد طلعت اللوحه ومحلات الرعاه خليك ومحلات الرعاه 16 ساعه والله انت تجيك امبراطوريه مبطي عاد الحين دري اسمع 16 ساعه محلات الرعاه كلها مفتوحه هم بالله والهيبه والدخيل العود وكل شيء كل ما تستلذ نفسك وروح خليت هم بالله اللي يجيب بس كان يجيب امريكانو 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 خليت يجيب سبانيش يا حبيبي خلاص القحطاني بس طلب طالب وجا يا رجال لا 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 والله العظيم انا والله شوف جوني يطالبون لا تقوم انت من هو هم بالله هم بالله هم بالله ما في الا العامل ما نقدم تخيل انه في النمونيه تخيل انه بالنمونيه حق البرايم انا قايل لهم يجيبون من همبل يجيبون من هيتو هات خلي ولا كان ما في هات تخيلك عشان بس اخليهم يتمزمزون كذا لا اروح البرايم روقنا تخيل ان خليت تركي الدوسري يطول زياده ترى قاعد ازعل قاعد اقول اعطانا رحله بطوليتك افضل وحده اعطانا رحله هذا قاعد يقول يسال اي بطوليه افضل شيء هذا قال البطوليه عايض لا انا بالنسبه لي شوف البطوليه ما مثل اوكي طيب والله العظيم اني اطلق يا ولد بوفيه من اول يوم يا ولد والله العظيم ضربت بالخمس يا احمد يا احمد انا بن عمي والله الوناس هذا وناس لا تقول لي اسمع يا احمد انا بن عمي نبدحوه الرياجيل اسلوبنا ما هي بسوالف حبيبي عقبيش عقب ما كنت راضي يقول صرت تسمع هرج ابو قال ونقيل بتصير مثل الهاتف وقول رساله اسلوبنا ما هي بسوالف مهابيل انشد قطامين عمامه
خواله انا ابن عمي لمدحوه الرياجيل تقول كانهم مدحين يبدأ الله اكبر نورتنا يا احمد والله ان شوفت كنت تعشى وتسولف مع عايض والله ما دخلت والله انا سعيد شي شي اعطانا رحله بس سوانا رحله فراج ابي الرحله انت ليه انت بكذا تسامحني كسر خاطرك مو مسخر مش كسر خاطرك غائز ماراثونيا لا هو بس كسر خاطرك ما هو مقصود يعني ايش رايكم عليه تعطونه كذا عشان تواسونه يعني ايش رايك عاد اقول الحقيقه عراب قناه الواقع سامي رجعوني وياره قال عاير من اقوى الشخصيات اللي مرت قناه الواقع احمد متأكد قال كذا شهاده معتز فيها واعتبرها وسام على صدري متى قال كذا صار متى متى انا متابع متى دقيقة خلني أقول لا حتى في ذمتك أعطانا رحلة استطلاعية استمتاعية للمتسابقين هذه اللي فعلا أخذوا خل إي لا هذه اللي أخذوا خل سوالنا زي الجسر المعلق وين الحفر من لا لا من القرية منا إلى الضلع اللي هنا كبر راسك ونروح له في قارب في الهواء مع الديك الحافي مع كل الشباب أنت بعد العدل أنت تصير يعني هو قاعد يصير بنت هو تصير وترى أنا مو بعد مخلوق نسيت أقول حاجة صدق بالله أمحك والله نسيت اقول لك طالبهم يجيبون لنا سجن في احد سجن نعناع 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 وحبك بما اني انا مو امبراطور بس راح يجيك النعناع والله ما تخطى الحين يا الربع والله لا خليه يجيك والله قلبك شر والله شدني مبطي منه تتخطى هذا حطه مع الشاهي طيب اسمع بجيبك نعناع وحبك اي عايض عايض عينك فلاح وفراج اي عايض بالله غنى هذيك اغنيه لايف يلا اخر رزل على شنبك حتى منك رمي وكل شنبي اي كم يا والله يري الرجال نادى تبدا العدو زلم ها اعطى اللي بصوتك حقه الليل الكويتيه اللي يوم دش صوتك لايف نبي خلي خلاص خلي تقدر عندك جراه شوف وجههم دلش ايش يا شفت على قلنا معاك كره شباب اي نفس اللي يجيبون الفنانين اللي صوتهم ماش شو يسوون يجيبون صوت كورال المجموعه اللي معاه صوت خشمي يجيبون شيء اسوء منه عشان هو يطلع افضل شيء بالصوره اسمع الصوت صدى عمني حط مايك بدمك ما يضبط با لا لا تسويها يعني ضحك يعني احس انه انا بجيبها بضحك يعني طقطق يا رجل تحدكت وياي اتحدكت وياي لا تحدك اتحدكت وياي مغني احلام احس زي من والله العظيم اتحداك والله والله بما انك شاعر لا لا في والله صادق غناها بالاستديو لا تعطي كلماتك والله تعطيها بالاستديو غناها الحين غنى حق مدري من عطى من غنى غنى الحين يلا غنى الله يعين فارس السيد الله يعينه هذا اللي اقوله يا صبر انا ايش اقول يا صبر فارس السيد ما رحمت بحال ابجيب قهر واللي عايض 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 يلا صبرني على همي انا دنيا ابكي ولا لا 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 انا دي اصبر قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله